الظلم اللي انا شايفته في حياتي، فوق القهر والغبن اللي في حياتي اللي انا ساكته عليه. مهضوم حقي، مهضوم وساكته، ساكته ساكته. امور انا لي حق فيها شرعا ودينا الوقع، ساكته. 3 ساعات اشوف عيالي في مقر حكومي، ما اخذهم، ممنوع اخذهم. هذول اللي عاشوا 7 9 شهور في بطني وشفت الموت وطلعتهم، ما اشوفهم له ساعات المحكمه. ايه، لو انها وافده من احد الدول، لا هذه لو تبي تاخذهم وتوديهم برا ديرتها ما في مشكله، بس انا عشان انا سعوديه، مواطنه السعوديه، يشن حرم، نهب نهب نهب، وكل يستخدم نفوذه، كل يستخدم نفوذه، كلهم كلهم كلهم، لا من طليق، لا من 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 اقارب، لا 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 لا، كلهم يستخدمون نفوذهم. واحد قال انا ماني قادر اتكلم، ليش يستخدمون نفوذهم بضدي انا؟ ليش؟ بعدين يجي يقولوا لي اسكتي، لا ماني ساكته، ماني ساكته، انا ماني ساكته، ماني ساكته، انا بحقي حقي حقي، انا حقي ابغاه يجيني، ابغاه من ضمن عيالي. وزاره تسمح لي بالساعات ليه؟ الاجنبيه ما خلتوها، ما سويتوا فيها باللي انا سويتوا فيني. انا الاجنبيه لو متزوجه سعودي اخذت عيالها وظهرت برا السعوديه ولا حد قال لها ولا شيء، لكن انا عشان مواطنة سعودية تحاربوني؟